الله يقول فيني من الهم شيء اللي هو بوزعه يعد ويبد فرض الله وسكانه، مرات يطري علي الثوب يمزعه واقول لابو الحياه اللي هذا شانها وروحي اللي من الحرمان متجزعه يبين لون الحزن في نظره عيال. الله سلامتكم على الله. بسم الله اتكلنا على الله، اللهم لا تقدم لنا شرا ولا تؤخرنا له، احفظ هذا الذكر وانت خارج من بيتك ولا تزهد تقوله طال عمرك، لعل الله سبحانه وتعالى يحفظك بهذا الذكر ويحميك من كل شر ومكروه وكدر. عزيزي المتابع وصديق الغالي ونور قلبي انت، عني عنك يا شيخ قط. بسم الله توكلنا على الله. الباب نسيت اقفل بعدين سكر. والله انا لا يمسيكم الا بالخير. انا امسيك بالنور. وش بك يا ابو قبل شيء ابو عتيبه يقول الله لا يمسيكم الا بالخير. وانت الحين تعيده وتكرر المشكله في المكان هذا. تحبون الدروب لا والله ما في عوجه. اقول الله يمسيكم بالخير. مساك الله برضا والنعيم. يا مرحبا. المركة هذا اللي يجلس عليهم ما يعرف هذا مركة كهربائي يا مخلي. لازم ليش؟ مركة كهربائي ما يجلس على غير الشيخ ولا لذيذ الشيخ من جد. معي مناعه من الكهرباء. ابو حشر انا بنت الاجيت جت البركه. الله يبارك في عمرك. قسما بالله ويسالني الله عليه اني راكب مع رجال بقمي. اول ما ركبت قال الحبيب بن مشير. راكب مع وين؟ راكب مع مشوار. اي ما شاء الله. كفو مثلك وشرواك. شرواك الطيب. قال الحبيب بن مشير اشهد الله على محبتك. قلت الله يسلمك ما غريب على البقوم العلم الطيب. وقال عندي لك طلب يا ابن مشير. قلت امر وش طلبك؟ قال والله لو اسوي اي حاجه لو اقدر اسوي اي حاجه في الدنيا بس اني اعرف ابو حشر وين واروح اسلم عليه. مطلوبه بس انه يسلم عليك. الله يسلمك ويسلمه. وازيدك من الشعر بيت يا بندر من زود ما تكلم عنك ومدح فيك واثنى عليك وعلى محبته لك. قام الرجال هذا ومع سبحه جديده تو شاريها بيعطيها للرجال. قال والله هديه ما تستاهل. ما لانك خويا مجمل. قال تكفى انا طالما اني ما قدرت اوصل ابو حشر اباك بس تسلم لي عليه. الله يسلمك ويسلمك. تنقل سلامي لابو حشر. الله يسلمك. رجال من سوم المنايا بقمي قسما بالله يا وجهه فيها القبور وعز الله انه عرف من يحب ومن يتابع ومن يقدر. اسال الله اسال الله اني احبها الله ان شاء الله مثل ما حبني فيه. يستاهلون الطيب. اللهم لا حسد. الان عرفت انهم مغبوطين ومحسودين على وجودك معنا. والله العظيم الله لا يخلينا منك ابو حسن. خليك لنا. اسمع يا حسن. ابو حشر يا رجل ذكرك الله يحبك. الله يحبك. والله اني احبك حتى يا سيدي. هالمحبه هذه انتم ايش تبون اليوم؟ والله انك تستاهل المحبه. هو عرفكم زين؟ انا معروف يا مطيري ما يحتاج. شوف القلب بس تغيرون هذا اللي ودك تاكله مع الصبح مقلقل يا حليل يا حليل. الله يمسيكم بالخير يحييكم تحيا السيل وصلوا على النبي. هلا والله بالغالين. والله ما في الا قوه نوم ولو رعاه الضعيفين جو من المدرسه تعبانين هلكانين ورقدوا. قلت قيلوا قيلوا ان الشياطين لا تقيل. اي والله خليهم يرتاحون ضعيفين ما عندهم وقت يتعبون يرتاحون احسن من من. ويقول لك احيانا النوم اللي فيه هذولي راح يفكك من التعب. هذيك ذكرتها يا ابوي. اي توحده اللي ما هو بضيق. اي عرفت عطنا. يقول ما هو بضيق انا من الشوق جضيت الله ودموع عيني فوق خدي درايف وريت ما فيني من الشوق وريت اشوف لكن تقل ماني بشايف الله اشوف في روحي حنين وتنهيت على حبيبه. لا تخرب قصيده حشر. خلني اكمل خلني اكمل لا تخرب قصيده. يقول خلاص اسكت خلاص. يقول ما هو بضيق انا من الشوق جضيت. خلاص اقول خلاص خلاص رز صدرك رز صدرك. واحد اثنين ثلاثة. يقول ما هو بضيق انا من الشوق جضيت هيت ودموع عيني فوق خدي دراية وريت ما طيب يعني بتسكتون ولا لا؟ اي خلاص ترى وانا بقعد خلاص 1 2 3 اكشن. يلا 1 2 3 اكشن. ما قلنا اضحك قلنا خل ابوي يغني 1 2 3 اكشن. يقول ما هو بضيق انا من الشوق جضيت هيت ودموع عيني فوق خدي درايه يا خي على
طالع بصبعي. تعال تعال هذا اللي ضحك. تعال بطل عذر. تعال خير سلامات ان شاء الله. وش بالله؟ شوف بالله ما يضحك. شوف بالله والله ترى اقول لك السين. اسكت خلاص اسكت اسكت بالله اسكت خلاص بس اسكت اسكت خليك واقف هنا هنا. تعال لا لا احنا تعال عشان ما يضحكني خليه هنا يطالع يقول خلي يا سعيد خلاص بس خلنا بنبدا قصيده ممكن. يلا خلني اشرب قهوه عشان ما انسى الضحك. عد دقيقتين انت فقلت قصيده. يلا قول. يقول ما هو بضيق انا من الشوق جضيت جضيت ودموع عيني فوق خدي درايف هايف وريت ما فيني من الشوق وريت. خلاص سلع لاني بخلوني اقولها يعني بس الرجاء بدون ضحك لانه راي شغله بس بسم الله العظيم. يلا خلاص نقول قصيده. ايوه يقول ما هو ما هو بضيق ما هو بضيق انا من الشوق جضيت ودموع عيني فوق خدي ذرايف وريت ما فيني من الشوق يا قلبي انا ما يبلغ صد كسكت. خلاص اسكت. طيب يلا تعال تعال جنبي تعال جنبي تعال جنبي. يلا يقول ما هو بضيق انا من الشوق جضيت يا بحرس يا بحرس ما هو بضيق انا من الشوق جضيت. لا يا ابوي دقيقه ما زبطت ما زبطت. اي ما هو يلا خلاص بقولها بالله رجال خلاص بقفل. يلا قل ما هو يلا انا بقول لك البدايه نكملها. ما هو بضيق ما هو بضيق انا من الشوق جضيت ودموع عيني فوق خدي درايب وريت ما فيني من الشوق وريت اشوف لكن تقل ماني بشايف اشوف في روحي حنين وتناهيت على حبيب الروح سيد الولايف اخطيت في حقه وفي حقي اخطيت يا شيب عيني ما تفيد الحسايب. يقول ما هو بضيق طبعا سعيد قال لا التصوير الاول ما يصلح لازم تقول القصيده لحالها. قلت طيب ما خلاص انا ضحكنا كثير خلاص. يقول ما هو بضيق انا من الشوق جضيت هيت ودموع عيني فوق خدي ذرايف هايف وريت ما فيني من الشوق وريت اشوف لكن تقل ماني بشايف اشوف في روحي حنين وتناهيت على حبيب الروح سيد الولايف اخطيت في حقه وفي حقي اخطيت شيب عيني ما تفيد الحساب. الله رحبوا يا هلا والله يا هلا وميت هلا يا رحب وميت رحب الهلا ينقل هلا والرحب ينقل رحب. اي والله اخوان والله ما ادري ايش جاني امس تعبت تعبت لكن الحمد لله على كل حال. صارت السفريات والخطوط والطيران تعبني والله ما كنت كذا بس تغيرت ما ادري ايش اللي جاني ظاهر انه ما ادري بس اللهم لك الحمد. لكن اليوم مفل النوم راقد لين شبعت نوم ما طلعت من غرفتي. تعالي ورد ما طلعت من غرفتي لين شبعت نوم الحمد لله ما اصلي وارجع ارقد. سمي سمي الشيخه هلا والله ايش بالوجه كذا معكر. انا طفشانه. طفشانه يا خس الطفش غير الطفش بس طفشانه ما لك شغل موضوع عندي ورد. ايش تبغين؟ هذول وش وظيفتهم بالبيت اخوانك وش وظيفتهم تدرين؟ وش يطيرون الطفش عاد يطيرون ايش طفش. الطفش الحين اوريك هذول اللي قاعدين زينا من شوف 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 بالله شوف. طبعا انا قهوتي هم سبحان الله ما ياكلون في المطبخ لين اجيب قهوتي بعدين تفضي زي كذا صحون تفضي ما يقعد الا القهوه. الكبار ما شاء الله عاقلين واحد يعني مسوي نايم وهم بنايم. تعال ابغاك بسرعه بسرعة. اجلس 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 اركز ومتمركز ايش دخل؟ خلصت؟ انا جمعوهم خلصت؟ عندك مهمة انت وانت 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 شو نسوي؟ تعال ترانا ما سمعتك ترانا اجي هنا معهم. تدرون وش مهمتكم الحين؟ ايوه ابغى ورد تضحك. اسمع اسمع
خلتوني ارفع صوتي وازعج الناس. واكثر واحد يضحك ورد له جائزه. لا لا خلاص ورد تدري في واحد وقف قلبه تدري ايش سوى؟ قولي ايش سوى؟ نزل يدفه لقاه مغرز. ما تضحك ما ضحكت صح؟ فخر اجلس لا تمد يدك. لحظة لحظة عطنا دورك. دقيقة عندي حاجات. ايش رايك تجيب لنا تبسه وتستانسي؟ الله انا قلت تضحكها ما قلت لك تولي. في صور لقاها معلقين في البقالة الصورة هذا قال اوف انا صرت مشهور. اخر شيء طلعوا وش معلقين البليت معلقين البليت عشان ياخذون. ايش رايكم؟ حتى واضح سامجة صح؟ اسمع انا عندي اخر انا يا ابوي عندي اخر واحدة. يجيك الدور يجيك. شوف عندي حركات بهلوانية ما حد يسويها غير انا. طيب هذا اللي تسويه الواحد حتى عمره. حاول انك تحتفظ بنفسك. عندك حركة تضحك انت بسرعة. ماذا؟ داخل له برجر. برجر جوعان داخل برجر كبير. طيب خلاص اجلس يا فخر اجلس اجلس لو سمحت اجلس اجلس يا فخر فخر اجلس. دور بحر ممكن يضحك بحر. يلا ترى بقلد الدرس عندنا. طيب طيب كان يشرح اجلس يعني لازم تقف. يا راشد 15 قال هو يا راشد 24000 يا بنا وتجمل. طيب لحظة لحظة يا ورد يا ورد لحظة يا قلبي لحظة جملين أدي بما جسر يجينا. تدري خلدون أني ما أحب أسافر ولا أطلع برا الحوية لين أمر عليك. تدري أني أجيك أصلا نفسيتي ضاربة وإذا طلعت من عندك بعد ما أقوم من الكرسي هذا وأطلع مع الباب إني مبسوط ومستانس. تدري خلدون إن معرفتك إنها خير. كم سنة أعرفك؟ 25 22 سنة بس زادنا 22 سنة معناته العمر يباه. هم يفهمونه. هم يفهمونه. حنا كنا نعرف بعض أصلاً من يوم من صغار. أيوة قول هذا. تراني رديت الكاميرا هنا وجهي. أيوة. خلنا ذكره. شوف. طيب في ناس يسألوني يقولون لك هذا من وين لك. ترى مهندس لك خلدون. نعم هذا صراحة نيولك. نيولك. إيه هذا مو بشعر بياض جاي يعني إنه شايب لا. إيه هذا قصدي. شعر أسود ولكن نحن نسحب لون ونعمله أبيض مشان نيولك يصير هيك. سمعتوا اللي تكتبون بان الشيب. إيوة. هذه صراحة. شكرا يا خلدون. إيه. إلا هذول شيبات شوف. لا. هذول أنا أعملهم أنا أعملهم. الله يبيض. ايه الله يبيض. ايه والله ما يقولوا عنك شايب ولا شيء لا لا. شو الناس اللي ترفع المعنويه أبدا. ما هو بذا من اللي صورته اللي قربته الكاميرا قال فيك شيء ابدا لا. ايش تبغى بالشيء؟ بعدين اللهم صل تركت كل شيء رحت للشيء. اللهم صل على النبي. ما شاء الله ما يعني صراحه إيه؟ والله العمر اللهم صل على النبي بيقول 24 يا اخي يلومني فيك يا اخي. انا لو على كيفي ما هو بس اجي احلق اجلس عندك دايم ونقول بسم الله توكلنا على الله إلى جدة على عطيتها الرحمن. بمر العيال بيت غازي وبعدها على المطار. الله يا كريم لا تقدم لنا شرا ولا تؤخرنا له. طبعا هذه مكرسة كهربائية ما هي زي المكان العادي. خلونا ندخل ونقول بسم الله. أبو تميم أول ما تدخل المطار وش يطري في بالك من أغنية أو بيت شعر؟ أغنية أو بيت شعر؟ إيه؟ أغنية. وش؟ لا تسافر قبل ما اشوفك لو دقايق قبل الايلاني لو دقايق قبل الازماني امان امان. انا لو نسلم من امان امان هذه جوك بطل. وعتيبة وش يطري في بالك؟ قلوب بعض الناس مثل المطارات هذا يطير وذاك توه موقع. يا سلام ابو خالد أبيلي غيابا فيه سجة وراحة بال أنا بالصخب ياخذني الكوكب الخالي. ما انت بهين والله طلع أخويانا كلهم يحبون. طيب أنا والله يطرف بالي إيه؟ بيت أحمد شوقي لأن أغلب سفراتنا الحين صارت كلها عشان عمل وشغل إيه؟ تصحى تنام في المطار وما إيه؟ نيل المطالب بالتمني.
الله. ولكن تأخذ الدنيا غلابة. يا أخي نظرتي فيك ما تخيب أنت عبد القادر، مميز في كل حالاتك. سلم يا أبو نورة. مؤخرا رجال الشعر المليون مبدع، ايه؟ راح يحلل، عطنا بيتين خلص. مؤخرا عالقة في ذهني هالأغنية هذه، كل ما دخلت المطار اسلم اسافر بك خيال وفي ايدي شنطة سفر. شنو شنو هذا بيت؟ اسافر بك خيال والله انا مخشش في ايدي شنطة سفر. طيب وش بعدها؟ كملها كملها والله ما معي. هذا بيت في من اللي غشش انت تعترفون؟ من اللي غشش؟ هذا بيت في كود خصم. من اللي غششني؟ هذا بيت عليه عرض. امانه انت اللي غششته؟ اسالك بالله انت اللي غششته يا ابو ذيب؟ سالتك بالله. الشطر الثاني اذا وصلنا دبي. طيب ننتظر خلاص، خلى بكره جاهز الشطر. مو خالد العيد اسمع. ها يا سيد. هذا اللي غششه؟ وش البيت اللي يطري؟ انت علامك تلحلح. والله ماني عبط حواس عليه شعر ضب. من اليوم ادور ما لقيت، بس تذكرت غاز الذئاب يبي يسوي البطارات يقول راحت حياتي من مطار الى مطار. هذا اللي تذكرت. اقرا صدق اقرا صح بس. راحت حياتي هذه غنوها شيله، غنوها على عود، ما انت بحفظها. وين راحت حياتها من مطار الى مطار، وجد من راحت حياتها من مطار الى مطار. اشكر صوتك اذا كان صوتي من صغير. ما تردني شفر حق خالد حطه مع ذي مشاه. جدك ابو حسن الرجال هذا ما يبلش، لا ما ادري وش يقول، غنى بس وقفل السناب. خابر والله اللي يبلش. خل 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 مستور. وش يطري على بالك ابو النصر؟ يطري على بالي بيت الشاعر الكويتي سعد علوش. ايه اصبر 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 اصبر، ما دام انه كويتي وسعد علوش خلني اجلس. اسلم. المحبه بدايتها نقيض الختام، اولتها هدايا واخرتها جروح. الله يدخلك من الجروح يا عمق رسالتك عمقه. لكن ما ندري وين هي، الله يكفينا شرك. بس الموسوعه حقت القروب. وش يطري على بالك؟ يطري على بالك والله تسيفت اليوم جيت معود انت اللي تسوق من جده للطائف. عطنا البيت اللي على بالك. يطري علي ابو حشر يقول والله اني على تشفى من ام الحوير باول اولادها قدام يد الوالد. والله رقم شكله معيت على يسافر. بجوا دخلت الراجع مرتين وطلع. خوينا مضيع بين المطار وبين الباب. ما شاء الله تبارك الرحمن. ابو محمد متكي كيف اصبحت؟ امورك زينه؟ الو اوه سكول بوي هلا ابو ديب شلونك؟ كان يو سبيك يس اوف كورس وير از يور سيت؟ ذيس از بيكتشر بيكتشر اوكي يس ستريت 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 جو هيد جو هيد برو كوكلي اكسكيوز مي بدي امشي حم تعي ابو عتيبة اترك اترك تصور اسف والله ما دريت والله ما دريت اسف 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 والله يا اسف بدي امشي ايش تبغى ايش سؤالك انا كبرتين علي فرحان اني خربت السناب يا ريدي اليوم والله ما قفل اني لابثرهم لا انت قلع تعال تسمح لي سكول بوي اوه كم انطاش والله هنا احنا بس فلماني براك انا مغرب طياره حادتني عنك هذا اون ذا بيكس ايه اوكي ثانك يو فور ماتش هذا جاز دينيه نوم هنا حط لي شامبو حط لي ماء تبغى تصلح شاهي القوريرة الصغار هذه ما ادري وش بس خلوني انزل شنطتي ف الدرج وارجع لكم خلاص لطف ما يبي يطفي حتى الجو هذا سندويش سندويش هذا وقعد بدخخينه دافيه هذا هذه الظاهر انها درت نركب وجعنا هذه الاركم اللي بغيت تكمد واللي بغيت عن قبي عجتها ودخناتها ولا دبو هذا مش انا ثانك يو يا ثانك ام اي كومي باك باك اوكي ثانك يو والله ما ادري ايش تقول مري عطم بس عطم عطم ثانك يو خليه يروح يا قلبي انت وحشني هلا يا سيدي روعتني بسمك حاره فوطه هذا ايه طالع من حمام بيتي والله العظيم ايه معلم انك تحطها في الفرناند عايش برفاهيه هنا اي والله نعمه هذه طياره اي والله طياره ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن اكفانا الله الشر ما في الشر راح يحرق الدرح انت هالحين اللي يشوفك يقول تسوق الطياره انت تنظف وجهك راح يحرق تصبح على خير